سقط رائد بطولة المحترف الأول شباب الوزداد في فخ التعادل أمام الضيف مولودية وهران بنتيجة هدفين في كل شبكة، وكان الشباب سباق للتسجيل في الدقيقة الثانية من عمر الشوط الأول عن طريق جرار قبل أن يعدل منصوري للحمراوي في الدقيقة 85، وضيع أمير سعود لشباب بالوزداد ركلة جزاء مع بداية الشوط الثاني. هذه الخسارة جعلت المدرب عمران يعلن للاعبيها انسحابه من العارضة الفنية للفريق. التغطية كانت للزميل وليد مرزوكي. كنت راك في لا بريمير بلاس توت لي زيكيب يديروا في حسابك. حنا هذا هو الوشاو صاري. رانا نسيو اشاك فوا نسيو في دي فاريونت سو لو بلون تاكتيك نسيو في دي فاريونت. انا اوني ان تران ديسيي وما عندناش لو شوا نحبوا ولا نكرهوا. اون با بوكو دو شوا دو سوليسيون. رانا نسيو منا منا منا. الله غالب ما جاتش ما مشات. دفاعيا انا من احسن الدفاعات في البطوله. هجوميا انا من احسن الهجوم في البطوله. ديروا الحساب تاعكم وتشوفوا. انا جوا با وراه لو مال وراه الحاله باش الناس تتقلق سي فري يتقلقوا من حقهم صافي دير يتقلقوا ابري ريزولتا هكذايا سي فري يتقلقوا بصح باش نلحقوا وين تقول باللي المدرب يروح ولا نلعب شباب باب الجداد لعب ضد فريق مولودية وهران اللي حتى المرتبة الثالثة ثاني ما نقصوش من الفريق نتاعنا، الفريق نتاعنا اليوم كان حاضر حتى شباب الوزداد في البداية تاع المقابلة شناهم باللي كانوا متخوفين من فريق مولودية وهران يعرفوا باللي اللقاء تاع الشلف كانت كيقول لك كان اكسيدون دو باركور وين كان كنا قادرين بون نساو اللقاء تاع الشلف كانوا عارفين باللي عندهم فريق خصم الند للند ودخلنا في المباراة كما يبغي على صف الهدف الأول اللي سجلنا في الدقيقة الأولى وشفنا المباراة كنا سيرتو سير لي ديال كنا منعاهم من تكون الحراره ونساو اللقاء اللي فات وسيطرنا خاصه في الشوط الاول وفي الشوط الثاني المباراه مبينت على الاقل ان بوان جبناه الحمد لله. بدينا في الماتش ما بديناش مليح ماركاو لنا ذاك البيت دوزيام ميطا عاود زدنا دخلنا عاود عطاهم بيناتي وخرجنا جوا الحمراء قدنا شويه قطعنا شغل الامل الحمد لله عاود جاتنا ذاك بيناتي قاليزينا بها وين حققنا ذوك نتيجه ايجابيه في هذا الماتش. وعندنا بقى لنا ذوك الماتش التالي هذا مع جياس كامستعيم نخدموا له هذه السمانه ان شاء الله باش يجيبوا ريزيطام. من جهته قال المدرب المساعد لشباب الوزداد كريم بختي إن مسؤولية التعثر يتحملها الجميع وليس المدرب فقط مثنيا بذلك على المجهودات والفضل الكبير للمدرب عمراني على شباب الوزداد. الأنصار يعني في حالة يعني راهم في حالة غاضب يعني ما نظنش باللي كي فو با اوبليي لونترينير كاسكي لا في بور لو كلوب ما نظنش باللي الكلوب هذا وين كان العام اللي فات وين كنا وين صبحنا متواجدين الآن في المرتبة الأولى سي فري بالك الانصار يعني ماذا بهم يعني يشوفوا كيما نقول لك لاري لا مانيير يعني يحبوا الريزولتا ويحبوا لي بون جو سي فري بالك الريزولتا كاينين نحبوا نكرهوا رانا متواجدين في المرتبه الاولى لا مانيير بالك ما كايناش في بعض اللقاءات ما كانتش ان شاء الله احنا نسيو نغلو هذا هو رانا اوني لا بور فرسا باش ننصحوا الاخطاء وان شاء الله نسدموا الحوايج تاعنا دوك باش نقول الانصار تاعنا يعني راهم غضبانين يعني غضبانين كاع علينا يعني تو في ستاف سي تو لو ستاف سي تو لي جوار حنا داخلين معاهم. هذا ونشد المدير الرياضي لمولودية وهران سي طاهر شريف الوزاني الرئيس السابق من أجل تقديم الوثائق اللازمة التي طلبت بها لجنة المراقبة والتسيير المالي وذلك حتى يتفادى الفريق أي عقوبات. وليد مرزوقي في هذه التغطية. نشوف في مشاكل سيتو مع لا كوميسيون تاع مسيو عبدوش عيطنا لي زاكسيونير باش يلموا لي دوكيمون باش يعطوهم في اقرب وقت باش المولديه ما تعاقبش ما تروحش بزاف سوا ليسونس هذه تاع بروفيسيونيل ولا تولي ديفوركاسيون تاع لي بوان كوش ماذا بينا حنايا رانا هنا يبوسر في المولديه الوغ اجتمعنا ومازال الرئيس السابق ما جابش لي بيلون كوش لي بيلون جدد ستادير اكتواليزي ماذا بينا هذو الوثائق اللي وكان تشاهد مسيو دي جي اس جا ميم سي الوالي على باله ماذا بينا لي زاكسيون تاعنا يديروا اسومبلي لو بلو فيت بوسيبل باش يمدوا الوثائق لمسيو عبدوش هذه لا كوميسيون باش المولديه ما تروحش في الكارثه.